بنحلم بفضاء أوسع، بنحلم بزمن أجمل، بلاد ميلاد، بلاد ميلاد. الحبال يا ناس، الحبال، الحبال هوي. الحبال يا ناس. أطلقوا الحمامة، أطلقوا الحمامة قبال الندامة يا ناس. الحبال، الحبال يا ناس، الحبال هو يا حبال، الحبال، الحبال يا ناس، حبال، الحبال. أبل الصبر واربطوا فضي. أطلقوا الحمامة قبال الندامة يا ناس. الحبال، الحبال يا ناس، الحبال. حبل المال يربط ويفضل. أطلقوا الحمامة يا ناس، أطلقوا الحمامة قبال الندامة. الحبال، حبل الصبر يربط ويفضل. حبل المال يربط ويفضل. الحبال يا ناس، الحبال.
عمكور كيف حالك؟ أنا جنين ولدي أنا. والله تعرف يا عمكور كل ما نقول ما نقوم صداري إلا بطن كنا نقوم صداري بطن كنا نقوم صداري. صداري حلو إلا العجلة بتجي فر زي ده إلا البدار شفتها يشربك لي يشربك لي يشربك لي يشربك لي. كيف حالك؟ إن شاء الله طيب. أها شغلايات جاهزة؟ انت بتشيله ده؟ ده انا بشتغل فوقه لغايه الصباح. انت بتشيله ده؟ ما شاء الله ما شاء الله شغل سمي. عمكور ما تقوم ترتاح شويه نوم، انت ما تعبان؟ ايواناتك ده البلينج بلينج لحد الصباح. انا بكمل ده في الاول، هذا بعدك انا بمشي بنوم. ما شاء الله، يعني لازم تكمل الشغل كله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ها عمكور إيه؟ انا بقيت ماشي على السوق اها كان بيت الشغالات دي تشك نجيب لك شنو معي. اذا ما بيجيبوا حاجه اها عم طالب له وبيجيب حاجات بداو كله. طالب له بيجيب لك الحاجات؟ بيجيبوا كله. ما نجيب لك زي ده فواكه. شكرا يا ولدي. ترى ما بقى عظمك. شكرا. مانجا. شكرا يا ولدي. موز. شكرا يا ولدي. شكرا. والله مستحيل بالتعب. ما شاء الله. ربنا يعطيك العافيه ويجعل المياه سلسبيلا بين قدميك اينما ذهبت. اشرب لك بعدين عشان ما تقعمل الكرسي سري. ما شاء الله. انت بيبسو انت بيبسو. ما شاء الله ما شاء الله. شوف يا بيتر، ده اخر سعر جابوا البيت ده في السوق، وانا من رايي انك تبيع. تفضل. البيت ده ممتاز في موقع استراتيجي ومبنى جيد ومساحته واسعه زي ما شايف. السعر ده ما كويس. المهم انا عرضه للبيع وده اخر سعر جابوا له. بيت ده بيجيب اكتر من كده. ابوك ما ظهر؟ والله لسه فتشناه في حتة في الجمال لقيناه، لكن بيجي. طيب انت حتبيع كيف يعني؟ ورق فيه. بعدها احنا بلغنا الشرطة وهم حيشوفوا المسألة دي من ناحية قانونية كيف. انت بس لو قلت لي منه توكيل كفاية، الباقي خليه علي. اسمع، موضوع فصل البيت ده عملت لي فيه شنو؟ كله بنعمله لك. رايك شنو؟ لا 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 ما في كلام. والله بيت مبالغة يا بيتر. تعرف يا بيتر؟ تجيب لي ورق البيت ده وتقسم لي البيت ده يجيب لك قروز يا التراب. ده كله بنعمله اتفقنا أنا وحامد إنه البيت ده نفصله. الموضوع ده منتهي. يعني اتفقتوا؟ اتفقنا. طيب يا بيتر. تسلم. فتاك بعافية. يلا تسلم. يا ربي أبوي ده بيكون فاد وين؟ 6 شهور؟ يا امي ما خلينا حته في السودان دي ما فتشنا فيها ابوي ده. ابوي ده يا مرق بر السودان يا كمان. لا بعد عمر طويل ان شاء الله، وما جلسته ما نلقاها وكان مرق بر السودان ما نعرف محله وين، والبي مرقوا في عمر زي ده شنو. المهم انا جنت ناس تانيين في حتات تانيه. يا حلالك ايه الليله عشاء يا حلالك انت وين مرقت من نزل زعلان ليش الليلة ويا تغبط هاي الليلة يا ظل بضر هاي وين الليلة انت. خلف
سيدة زين أصبحت كيف أولي؟ الحمد لله والله. ما في خبر من أبوه؟ والله هو كويس قال بيقعد في جنوب شوية كده وبعدها بيجي. ما كلمته وقلت له صاحبك مرق ما معروف محله إيه؟ أي كلمته لكن ما عارفه ماله. غريبة، لكن ما يمكن عمك ده مشى لحقه هناك؟ لا يا خالتي سيدة ما معه، أبوي فاطمة راح برا. أنا إذنك أنا ماشي الشغل، جوليا قاعد جوا. صباح الخير يا خالة سعيدة. صباح النور جوليا بنتي. جوليا بنتي ما عارفة ليك العنوان اللي يكون في الجنوب. عم كور ما فات الجنوب، عم كور ذاته معروف وين. وليه بيترقل لي مشى الجنوب؟ عم كور كان زعلان عشان كده طلع وخلى بيت ده. الكلام ده كيفين يعني؟ زي عمك طالب الله؟ ده كلام شنو يعني؟ عجيز دي عنده حركات غريب خلاص، مش يمكن عم طالب ذاته طلع زعلان؟ لكن نحن سوينا لك مش شنو؟ ونرقل الاثنين كده ده؟ ها؟ لا 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 لا، دي مصيبة كبيرة ما يعرفها إلا ربك سبحانه وتعالى. يا أمي، نحن في أبوهم ولا أبونا ما عارفين محله ده وين؟ برضو أبوكم وأمهم الله يرحمها كانت زي أمكم، هسي مرقوا ما عارفين محلهم وين، وأنتوا تاكلوا وتشربوا وتضحكوا كأنه ما حصل حاجة. نحن نسوي شنو؟ أبوي ده ما خلينا حتة ما فتشناه فيها. بعدين ما يقعد عنده ولده خليه يمشي يفتشه. ولده كذب علي، قال لي أبوي في الجنوب، ومرت ولده قالت لي مرق من البيت زعلان. يعني حيمشي وين؟ حيكون فعلا في الجنوب مع اهله. يمرقوا الاثنين كده ده، لا يحب ولا دستور، الموضوع ده فوقه يدنا. يعني ابوي ده ما لقى يشرد الا في الايام دي. لكن انا حتصرف. بس اتصرف كيف؟ كيف؟ انت مالك وماله؟ ما اقول لهم هم في الجنوب. كلامه دخله شنو؟ يكون في الجنوب يكون في كندا. بعدها كده عارف ابوي ده ما بيحب يقعد في محل واحد. بس مره ده وطلع زعلان. اصل مين ماما مات بقى طوالي زعلان. يعني مش انت قلت له نبيع بيت ونمشي الجنوب؟ هو قال نبيع بيت ده ونمشي الجنوب عشان يستفتى. ما قلت انا. وكلام بدا بيبي دا علاقته شنو بسفر بدا جنوب؟ يا قلنا بس نبيع البيت دا ونمشي نشتري لنا بيت في واو. بيت دي ما هاك بدا انا ولا هاك بدا طالب الله ولا هاك بدا انت ولا هاك بدا عامل. طيب دا حق منو؟ بيت دا هاك بدا ناس عايشين فيه كله. يعني الجزء دا ما حقنا نحن؟ لوري بدا طالب الله دا في ولوري بتاعي انا في بنركب اللواري ده وبنمشي نفوت نخليكم في مساكن بتاعكم دي. انتوا نحن اشترينا الجبعه دي انا وابوك ده وبنيناها سوا وعمرناها بعد الاستغلال وجبناكم انتوا وما عندنا بيت غير البيت ده. عشان كده بيت ده هيفضل كده بس زول بيبيعوا ما في يقول واحد كده بس. الداير يسكن معانا هنا في البيت ده مرحب بيه والداير يوسع ويرحل حبابه عشرة ونحن بنساعده. قال اقسموا البيت ده لاثنين عشان الخصوصيه واعملوا حيله. شنو؟ مرة دفعت وين؟ مرة ده قايلنا انا كذاب ولا شيء؟ جوليا 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 الله جوليا جوليا؟ ايوه يا خلاص. انت مش جايز عمي طالب الله وعمي كور يكونوا رجعوا الجنوب وحنوا لمكان صباهم؟ لا ما جايز. ليه؟ لانه لو كان رجعوا كان نين عرفنا. وبعدين بيتر وحامد عندهم كلام كتير في راسهم. كلام شنو؟ كلام بيع بتاع بيت. انت عارفه
الكلام ده انا برضه مدور لي في راسي لكن استبعدته. كل يوم يقول لي بيت بيت بيت. لما قلت له بيت ولا ام كوره الطلع ده قال لي بيجي. الغريبه حامد طوال يقول لي ابوي لو خلاني ابيع البيت ده ونشتري بيت اقل ونستثمر الباقي كان ريحني. لكن يخلوهم يمشوا كان باعوا بيت. ما بيقدروا يبيعوا البيت كان ما هم جو. طيب وطلعوا ساووا بيت ليه؟ خالتي سعيدة؟ ماشا وين يا خالتي؟ ماشي نفتشوا بدل اقعد ساكت كده ده. لكن نفتشوا وين يا انت سعيدة؟ محل ما يبقوا بس نتحرك. هاي لكن يا خالتي سعيدة بيتر وحامد ما مشوا يفتشوهم. ما اظن يا بنتي ايه انت وين؟ وين يا عشا البيتات؟ وين وين وين؟ عمكور كيف حالك؟ سبحان الله الليله يوم ده يوم غريب. اص يوم زي ده على غانمي ما يعني ما بقيت زي ده. لفيت 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 كده غير واحده ولا بيت ولا اي شيء. عمكور مالك هزلان زعلان مني عشان ما في بيع ولا شنو؟ يعني كلامك ده ما تتكلم معي؟ عمكور 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 يا 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 عمكور يا اهي. نعم هو هو ليك لكن الاوراق ما مكتمله المفروض يمضي. انا ما ممكن امضى بدله. كيف يعني يا حامد؟ هو ما موجود؟ لا موجود لكن ما عارفين محله وين. كيف يعني؟ يعني انت عارف قلبه ذاك متعود على السفر من شبابه. مرات بياخذ له كم يوم كده يمشي اي مدينه ويقعد كم يوم مع اصحابه القدام. مرات اصحابه بيجوه. وما قال لكم ماشي وين المره دي؟ بس طلع فتشنا في اي حته ما لقيناه. خلاص لما نيجي راجع خليه يجيني يوم ده. وموضوع الحجر يا استاذ ما في طريقه لانه هو ما موجود. وبعدين يا طالب الله حمط البلد دي كلها بكراح كلب. لا خلي الشريقة لا غريبة لا شمال لا جنوبة. راكب انت واخوك كور ده فوق ظهر لولي. وانا شنو اخرتها قاعد لك في راكوب مع الصقيع والبريد والحر. ده جزانا اولادي ده جزانا. ابوكم طلب الله يفتل في الحبال وعمك كور سوف لنا تيك. لا حول ولا قوة الا بالله. يا كور كور أظن ده ماشي وين؟ يا كور كور ما في لا حس لا أثر. يكون ماشي المدينة مع الجنيه. لكن ده عمره ما سوى لي فعلة من كده. يا كور كور يا ربي سودكم مشاوير. يا امي قلت لك ابوي ده حيجي يعني حيجي. لكن قبل ده ما سواها 6 شهور يا ولدي 6 شهور. هاي لكن يا خالتي سعيده انت عيانه وما بتقدري تمشي حتفتشي عليهم كيف وين؟ هاي لكن لا عمي طالب الله ولا عمي كور الحكايه دي يقولوا فوق الشيء يا بنتي. يا امي نعمل شنو؟
نعمل شنو اكثر مما نفتش ونبلغ. خلاص انا بديكم يوم بكره ده لقيتوه لقيتوه ما لقيتوه انا ما بقعد في البيت ده تعال. حامد كلمتها ما كلمتها انا حكلمها. قومي قدامي. معقول يا اخو مما جينا المكان دي وانت ما بتفارقها الحصل شنو يا ربي؟ حتى الجنيه ده الليله ما ظهر عشان ما اعرف منه الخبر شنو. تكون يا كور رجعت البيت؟ رجعت البيت عشان ما تقعد فيه بالغانون زي العفش؟ قلعنا الانجليز وقلنا نرتاح وقعنا في وليداتنا اللي ولدناهم من بطوننا. يلا يعني بنكون عملنا لهم شنو يعني؟ مسألة ده غريب، ما ممكن اثنين كده يطلعوا سوا وما نعرف مكانهم وين؟ في شنو يا بيتر؟ جولي انت عارف عجايز ديل اثنين اصحاب من زمان واكيد بيكونوا هسه قاعدين سوا. بيتر انت وحامد قلت لهم شنو؟ يعني قلنا لهم شنو؟ ما قلنا لهم بس بيو البيت ده وخلاص. وهم رفضوا. خلاص يقوموا يطلعوا برا؟ بيتر في شنو؟ حاصل شنو يا بيتر؟ البيت ده مما سوينا انا وعم بكور ده مفتوح على بعض. حياتنا واحده عيشتنا ما مفروزه. اجد شنو يا ابوي؟ نحن ما قادرين نشعر بخصوصيتنا، دايرين نعرف حدنا وين وحدهم وين. حدكم وين؟ والحد ده كان دارينا سوانا وعمك كور ده كان غالبنا. ثم ثانيا خصوصية شنو في بيت واحد وأسرة واحدة يا أبوي؟ أي نعم أنتوا أصحاب نشأتوا سوا وعملتوا البيت ده سوا وأي حاجة، لكن نحن طبعا حاجة وهم طبعهم حاجة. طبعهم كيف يعني يا أبوي؟ بصراحة كده الكلام ده ما راكب عدله، والبيت ده هو الفضل ولازم يكون عندنا فيه كلمة. كلمة زي شنو يعني؟ نبيعه. نبيعه؟ ايوه نبيعه بثمن وممكن نشتري 10. نبيع بيتنا؟ لا بيتنا ما بيتباع. البيت ده لازم يفضل موجود. البيت ده يا ولدي احنا دارين له عماره كبيره. وعماره قدر الدنيا بيشتري يا ابوي لو ما بعناه وفصلناه. اظن ده اللي وصلت له انت وبيتر بورانا. لكن ده ما حيحصل. يؤسفني يا ابوي. أنا أقول لك حنلجع للقانون. بالقانون؟ والقانون ماشي يسوي لنا شنو؟ يحجر عليكم. يحجر عليكم أنت وعمكور لعدم الأهلية. يحجر علينا نحن؟ أيوه يا أبوي. يحجر علينا يا قليل الحياة. جنيت اللي انا وين من الصباح ازول جنيت كور وين جنيت عندهم معاه ازول كور وين والحصل على شنو جنيت كور وين والحصل على شنو أجنات كورة الحصل لجنو؟ طبعاً إذا أثبتوا إنهم مو محلين لأنهم يديروا مالهم ده ولا قدر الله في سفر
المحكمة بتحجز عن المال ده كله وبتكون غيمة عليهم. طيب في حالتنا دي الاثنين اختفوا فجأة كده؟ في حالة زي دي إلا تمر 17 سنة حتى المحكمة تبيد في أمرهم. ما فضلت إلا حالة واحدة. اللي هو شنو يا أستاذ؟ إنهم يسهروا وتصلوا لتراضي وهم موافقوا. تراضي؟ تراضي مع أبوي عم كوري يا أستاذ. تراضي. كلمت خالت سعيدة يا حامد؟ أكلمها أقول لها شنو؟ كنا عايزين نحجر عليهم عشان كده قاموا هربوا. أوعى يا حامد تكونوا عارفين مكانهم وما مكلميننا. والله يا خلاص والله ما عارفين محلهم. أنت ما داير تصدق مالك؟ أوعى يا حامد تكونوا عملت فيهم حاجة. أها أنا قلت للدكتور نصحيه، الدكتور قال لي لا ركو خليه يرتاح ينوم يشخر بس. أها وهو ذاته أصلا عنده حبوب منومة. لكن يا جنيد يا ولدي حيكون بالحالة دي الانتين. والله ما عنده عوجة بس قال لي خليه ينوم بس، يعني كل الحاصل ينوم بس يشخر ما في عوجة. طب هسه يا جنيد يا ولدي أما الكور ده شديد ما عنده عوجة؟ شديد الحمد لله، بس ده كل اللي عنده شوية إرهاق تعب الجسم هين. تعب تعب الراس تعب الهم والغم تعب انك تكون قاعد في بيتك مرتاح بيتك يتقسم النص بالنص وتقوم حيطه ده تعب الهم والغم ده التعب اللي بيهد الحال ده التعب اللي بيهد الحيلة جنيدة ولدي. نعم صح ده التعب اللي يهد الحيل كلامك سمح وواضح لكن أنا ما فهمه. وما بعيد يا كور يا أخوي يدللوا فقر وصين ندين ويبيعوا بعد التعب لينا بنام اللي ده يا طالب الله. ايوه وما يهدى ما يصبر لغايه ما نينا نموت وبعدك وما يجي يرزق كلام دي. بعد التعب التعبنا ده والعمر اللي عشنا ده نبقى في محاكم ومشاكل وحيطه قايمه وحيطه نازله وما يهدى بيعمل كده ماله يا طالب الله يا اخوي. يا ود هي بونا سامي ده وهن انا بعمل لهم ما لازمي وما بعلوم مشكله في السن. انا الغيزني يا كوري يا اخوي الفضايح الدنيا كلها تعرف وتقول باعوا بيته. البيت الكبير ما بيعوه بيعمروه عشان المحتاج يجي يقعد فوق. انا والله بزيجه يا طالب الله يا اخوي انا بزيجه سديد أنا بسيبه بيت ده بمرق بخليه لهم. أخيرا المرقة يا كوري يا أخوي المرقة أفضل لينا المرقة ولا الفضيحة. هاي أمكور قوم قوم نديك ألمي. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أيوة أسند لزيدة. أشرب لك ألمي. اشرب برا بس نزل بس. ايوه بس انت طالب الله انا عندي سؤال نسالك ليه. تفضل. انا عاشرتكم وعشت معاكم زي ده وعرفتكم ناس طيبين لكن ما فيهم في الايام كي ذكرت لي انه عندكم عيال ولا عندكم اهل ولا عندكم سعيه ولا عندكم بيت. بيت حدادي مدادي يا جنيد يا ولدي وده سبب مرقتنا من البلد. انا السيره دي ما كنت دايره كنت دايره اقفل عليها خالص. لكن يا عم طالب الله تزعلوا لما تخلوا بيوتكم. سبحان الله انا ما قايل عندكم اولاد. اولاد
هون احنا المرقنا شنو من بيوتنا بلا الاولاد ديل. هي لكن يا عم طالب الله ما كان تقعدوا في بيوتكم وتثبتوا للمحكمه انه انت عندكم حق. خوفنا الفضيحه، خوفنا الناس تشيل سيرتنا في خشوم وقول اولاد شكوهم في المحاكم. يا ريتنا متنا قبال اليوم ده جني ده ولدي. كور انت ميت والله حلو كور. انا بموت ولا بايع وكل واحد ايه انا ما بسمع كلام ده. غير شنو طالب انا في شنو؟ ما تتكلم ساكت ليه؟ قول ليه؟ قفل عسلك. في شنو يا ولد؟ كلموني في شنو؟ ما بقفل وانت ابقى راجل وقول ليه عن طالب الله وعن كور مرقوا من البيت ليه؟ معلوم في شنو؟ انت عارفين انه يعني في حصل لهم حاجه وما داري تتكلموا؟ ما تتكلم يا ولد في شنو؟ حامد يا ولد حامد. ما حامد ولا حامد. هاي 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 ترى يعني اسي انتوا دير دارين ترجعوا تاني للمكان ده وعندكم عيال وبيت قدر ده؟ مكان ده وقو عيال ولا بسمه كلام ناس كبار. فايده بتاوي شنو؟ نقعد تاني انا وعمك كور ده نتونس وبيناتنا حيطه خير لنا خلانا داك نموت ونحيا فوق. اها يا عم طالب الله الصباح رباح الدكتور فجر يجي زي ده شيفا وكان لقاه كويس طوال يخرجه. جند ولدي طالب الله انتوا بمشوا بيت بمشوا هناك بنوم بكره صباح كمان بيجي. انا مين مكاني ده ما بزح كان ما سبتك معاي. هاي هاي عم طالب الله شفت السرير ده انت نوم عم كور نوم في سريرك ده انا نوم برا يا شابه. كور اخوي انت شديد. انا كويس طالب الله بس راس بتاعي ده ما كويس. تاني داير تموت ما تخليني وراك يا كور يا اخوي. طالب الله اخوي ناسي ما ميتين. الله عليك يا ابليس في الجبل الاربعه. لا داير انك انسرت لينا ودخري ده كله يطلع منا كل يا حلالك هالشول يا حلالك هالشول وسعادتي المحضطي اليوم ده قدرتك عمودت معاكي. لا لمو في غباب ولا لقوا مراض انا ما عارف عاود داير في الدنيا دي شنو. يا حلالك هالشول يا حلالك عشان ما شفت الولادات بيجيروا يقسموا البيت يبنوا الحيطة البينات يا حلالك عشان ورغم أصبحت في كفع عفريت. وبعدين يا حامد تسوي بيدك يغلب اجاويدك. هسه امي دي لو ماتت اودي وش وين؟ آه.
مالو عيان؟ اصلا وقد اصحى من النوم بلقى امه معف طوالي بكوري. يوليا كنت وين؟ في مطبخ كان نعمل لك عشاء. ماشي وين؟ مش نوم مع خالة سعيدة لانه تعبانة شوية. وانت قال لك اللي ممنوع؟ خلاص البيض ضاق بيكوا لما بقيتوا تنوموا على الكنب؟ الكان جابركم على كده شنو؟ الباتيل الباتيل البريدة بريدة كل بالحيل بريدة كل بريدة بالحيل كم كلي ولا بشربة كم كلي ولا بشربة البنية يوم لقيتك في الفضاي جيب لي كورك لي غنى لي غنى لي غنى لي حمام رقص لي حمام رقص لي حمام رقص هي 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 تاني يا كور يا اخو تاني تاني نرجع للبيت الكبير ونقعد فوق غباينه ديك انا ما بمس البيت وبعد ده يال يال فوق ده ولا بيسمع كلام ناس كبار انا بيبسي بعمل فوق سنه عارف يا كور يا اخوي انا المعلمني وقاطع قلبي من جوا سعيده سعيده مسكينه غلبانه ما عندها حيله يا كور يا اخوي أنا ولا بمسو ما تمسو غدوك في مالية ولا غدوك في مالية تزادك ما تعرفه أنا بقول هنا بس بيتا كلامنا فيه ما بنسمع ما نراجع له تاني نقعد فوق خلانا ده بدل ما نقعد لنا في بيت مقسوم قسمين هاي عم طالبنا أشربوا لكم باتيل يشد لكم الحيل وتلكيف وتلونسوا زي ده ما شاء الله ما شاء الله أمكور الباتيل البشد الحيل البشد الحيل ما شاء الله ما شاء الله يعني آخر حياة أمدت والليدي أنا وديته بالسوق ما ينبقهم كلين أنا شايف كي مشيتوا على إياركم وعلى أهلكم كن قعدتوا في بيوتكم أفضل لكم هو تاني نحن فضل لنا بيت والله فضلوا لنا أولاد هاي قوموا قوموا نايمين ليها شنو؟ في شنو يخلص؟ مالك؟ ماله يخلص؟ في شنو؟ خالتي سعيدة مرقت من البيت والله بطريقة احنا كلنا نطلع ونخلي بيتها القاعدة ليها شنو؟ هتقوموا تفتشوها ولا عايزين تخربوها وتقعدوا في تلة؟ Oh,
هسه تعالي نمشي وين؟ ما عارفة، ما عارفة بيتر، نمشي كده لما نلقاهم. وبعدين انت غلطتكم انت وحامد، لازم تصلحوا وتلموا ناس زي ما كانوا. احنا كنا عارفين انه الموضوع ده ممكن يحصل كده؟ اللي بيعمل كده لازم يعرف انه اي حاجة واي مصيبة بيحصل. مالك في شنو؟ عربية سخنت. تكوني وين يا خالتي سعيدة؟ نايمة ولا قايمة؟ والله الحاصل عليك شنو؟ أسي عم كور وعم طالب بيقولوا بعرفوا عشان الرجال، لكن أسي خالتي سعيدة ده بعمل شنو براو؟ يا أخوانا نحن هسي قصرنا في شنو؟ والله فتشنا البلد دي حتة 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 حتة، وناس الشرطة من الصباح بيفتشوا ما لقينا أي حاجة، نعمل شنو؟ ندمانين وصافين التراب، كل اللي قصدناه إنه نمشي لقدام، وكده بقي راجعين لورا. لقينا كبارنا وسندنا ولا البيت تاني بتقعد لينا؟ بيتر هذا هامد، النسوان دائما يقوموا يطفشوا خلونا البيت برانا. والله شكله ده الحي يحصل، يمرق يخلونا البيت ده برانا. يومنا كان أسود اللي فكرنا فيه الفكرة دي، ما متخيل حتى أمي ذاتها تمرق تخلي البيت. الظاهر كنا عايزين نعمل حاجة كعب شديد. عملناها عملناها يا بيتر، ولازم نصلحها. نصلحه كيف؟ معقولة؟ في شنو يا بيتر؟ شايف زول جماعه جلدات؟ زول؟ ماله؟ شايل حاجات نفس الحاجات اللي بيعملوا ابوه. علينا جاي يشتري على الابداع الفن الفن غزالاي وفيلاي زي دوا غزالاي وفيلاي علينا جاي علينا جاي وظرفاي يا سلام يشتري الابداع زي بيتك بالابداع يا سلام علينا جاي علينا جاي علينا جاي يشتري يشتري حاجات دي قاعد تجيبه من وين؟ ثاني الفيل والعصفور وقاعد بيسويهم منو؟ دي بيعملها عم كور، الظاهر عليهم صهبان شديد. عم كور بيسوي الحاجات دي تشيبيها، انا نمشي نبيعها في السوق ونجي راجع. اها عمك طالب الله بيسوي الحبال بيسوي الحبال بيمشي بيبيعها في الاسواق، وانا طبعا اللي عرفت عليهم عن طريق الصدفه. زول الماو اسمه طالب الله؟ ممكن تودينا له؟ ممكن طبعا نوديكم هسي دي. عايزينه يعمل لنا حاجات ونحن نوريها له. الظاهر عليكم انتم بتصدروا الحاجات دي لبرا. اول حاجه اشتروا مني حتى بعدك نمشي لانه المكان بعيد. نشتري منك كله، بس انت عارف الحاجات دي في العربيه ورا، انت ساكن معه. خلتنا ما بعيده منهم، بس يومين ثلاثه كده نجهز لكم الطلبيات، لانه اليومين دي عم كور عيان. بيتر تقوم نستاجر شويه. عرفت
مهلا. معقول؟ معقول تكون هي؟ الإجابة هنا شنو؟ اتأكد كويس يا طالب الله. متى مشتاق ساكت؟ هي ياها ياها الزول الوحيد اللي ما بيغباني. الإجابة هنا شنو؟ إجابة شنو يا ربي؟ سعيدة؟ ماني راجعة البيت، ماني راجعة البيت، كله كله ماني راجعة البيت. هسه عرفتني يا سعيدة؟ طالب الله أجابك هنا شنو يا سعيدة؟ أجاب نجابك يا طالب الله. يعني ما بنمشي البيت يا طالب الله؟ أرض الله وازعه دي برضو بيتنا والأولاد يا طالب الله. الأولاد يتيموا البدو ما دام ما سمعوا كلام. هل أنتوا كان صبرتوا ليهن؟ كان سمعوا ديل عايزين يسووا في راسهم ونحن راسنا كوم وهم راسهم كوم. وسكتوا ليهم ليك يا طالب الله لما يودروا البيت ده؟ ده بيتر رد عليه احتمال يكون في حاجة. أوكي. ألو؟ أهلا بيتر. الحمد لله. أصله ما معقولة. هاي أمكور، أنا ما قلت لك ارتاح شوية كده انجمة يا أخي. اسمع امكور جبت لك زباين. والله الدنيا سمحة. ما شاء الله الفراق الفراق بلم. ما شاء الله. أم طالب والله ما تقول حاجة إلا نمشي البيت نتكلم براها براها. كان حكينا منا الأول بالراحة ده كله ما كان حصل. نصيحات
ضحكت قلوبنا صفت وإن مات الفرح تحزن كنا صحاب إذا ضحكت قلوبنا صفت المكان في الكون.